السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق كتاب بيت باي بيت للصف الثاني الإعدادي الترم الأول عام الدراسي 2024 صفحة 8 إن شاء الله. نبدأ بالمحادثة. منا is talking to هبة about an interesting story. منا بتكلم هبة عن قصة شيقة. What is this book منا؟ ما هذا الكتاب يا منا؟ هتقول لها إجابة. Is it interesting؟ هل هو شيق؟ هتقول لها إجابة. سألتها سؤال، لا it's about a poor girl whose father was away. إنها عن قصة فتاة ابتعد والدها. سألتها سؤال، it ends with a big surprise. إنها انتهت بمفاجأة كبيرة. Can I borrow it؟ هل يمكنني أن أستعيره؟ هترد عليها. يبقى what is this book منا؟ ما هذا الكتاب يا منا؟ هي كده قصة، يبقى it's a story. إنها قصة. Is it interesting؟ هل هي شيقة؟ Yes it is. سألتها سؤال، it's about a poor girl whose father was away. عن فتاة والدها ابتعد، يبقى عن ماذا هذه القصة؟ يبقى what is it about؟ عن ماذا تتحدث القصة؟ القصة. سألتها سؤال، it ends with a big surprise. إنها انتهت بمفاجأة مدهشة، يبقى ماذا انتهت؟ أو ما نهاية القصة؟ ويبقى أقول what is لا what does أحسن what does it end بماذا تنتهي أو what is the end ما النهاية ديت اسم وهنا بقت فعل هنا end هنا فعل end هنا فعل وهنا بقت اسم عشان قبلها زي يبقى ما هي النهاية can I borrow it هل يمكنني أن أستعيره yes you can نعم تستطيع بعد كده سألت الاختيارات السؤال الأول I am sure أحمد lives somewhere space here He always comes on foot. أنا متأكد إن أحمد بيعيش في مكان ما هنا. هو دايما بيجي على رجله. يبقى هو مكان إيه؟ far بعيد، wide متسع، deep عميق، near قريب، near قريب الإجابة letter D. بعد كده صفحة 9. Your new villa is really الفيلا الجديدة الخاصة بك هي إيه حقا؟ All of us admired it so much. كلنا الفيلا عجبانا كلنا بنحب عجبتنا كلنا. يبقى كده الفيلا تريبل فظيعة ولا بات سيئة ولا اتراكتيف جميلة جذابة أو نارو ضيقة اتراكتيف جميلة أو جذابة الإجابة لتر سي. السؤال الثالث نيويورك از ا سبيس سيتي مليونز اوف بيبول ليف زير. مدينة نيويورك هي مدينة إيه؟ ملايين الناس يعيشون هناك. سمول صغيرة لارج كبيرة ليتل قليلة وطيني ضئيلة لارج كبيرة الإجابة لتر بي. السؤال الرابع سارة ليفت هير إن الفيوم أند ونت تو ليف إن كايرو إن 2018 سارة غادرت إيه وفي الفيوم وذهبت إلى القاهرة في 2018 فيلج قرية لايبراري مكتبة تمبل معبد ميوزيوم متحف يبقى فيلج قرية الإجابة لتر إيه. السؤال الخامس I couldn't sleep yesterday لم أستطيع أن أنام أمس because there was a space noise next door لأن كان في إيه جنبنا نايس ضوضاء إيه بقى نايس رائعة كوايت هادية كالم هادية برضو تريبل فظيعة تريبل إجابة لتر دي. السؤال السادس that railway space goes from طنطا to Cairo هذا عايز يقول خط السكة الحديد بيمشي من طنطا إلى القاهرة ستريت شارع لاين خط سيتي مدينه فيلج قريه يبقى خط سكه حديد الاجابه لتر بي. السؤال السابع حبيبه فاميلي وير فيري عائله حبيبه كانت ايه جدا سو زي كودنت باي هير نيو كلوز لذلك لم يستطيعوا ان يشتروا لها ملابس جديده ريتش غنيه سترونج قويه باورفول قويه بور فقيره بور فقيره الاجابه لتر دي. السؤال الثامن نيوز بيبرز سي ذات ثري سيفز اسكيبد فروم سبيس يسترداي الاخبار تقول ان هناك ثلاثه فروا من امبارح يبقى فروا من ثلاث حراميه فروا منين سكول مدرسه يونيفرستي مكتبه بريزن سجن وديزرت يعني صحراء يبقى بريزن سجن الاجابه لتر سي. بعد كده السؤال التاسع اي دونت هاف اني بينز انا لا ليس لدي اي اقلام جاف Will you space your pens with me? هل انت اقلامك معي؟ Share يشارك، choose يختار، sell يبيع، offer يعرض، يبقى share يشارك الاجابه لتر ايه؟
السؤال العاشر space I call again on Sarah's day. هنا I call again, هنا I بعدها فعل في المصدر, have بيجي بعدها تصريف ثالث, do تنفع بعدها فاعل وبعد كده فعل في المصدر, shall برضو تنفع, we am مش هينفع محتاج فعل بضاف له ing. هنا هنختار shall عشان دي تستخدم للاقتراح, هل يمكنني ان اتصل يوم الخميس القادم؟ الاجابه لترسيم. السؤال ال11 space you help me with my computer problems. هنا برضو you help نستبعد, have محتاج تصريف ثالث, can تنفع, ام محتاج فعل اخر ing, از محتاج فعل اخر ing اللي هو بعد يو يعني, فهنا هنختار كان. يبقى هل تستطيع ان تساعدني في مشكله الكمبيوتر؟ الاجابه لتر بي. السؤال 12 از بيس يو جوت ا كار, طالما في جوت على طول هاف, هاف يو جوت ا كار, هل لديك سياره؟ الاجابه لتر اي. السؤال 13 از بيس اي كام تو ذا اوفيس ات 6, هنا اي وبعدين فعل في المصدر, نشوف هاز محتاج تصريف ثالث بعد اي مستبعده, ام محتاجه فيرب اخر ان جي مستبعده, ار ما ينفعش تيجي مع اي مستبعده, شال هي اللي تنفع. خلاص استبعدت الغلط وصلت للصح. السؤال 14 هو سبيس جيف مي سام ادفايس, برضه لاحظ هنا جيف فعل في المصدر, هنا قال مستر حسام, هاز ولا كان ولا هاف ولا از, نمشي واحده واحده. هاف محتاجه تصريف ثالث وجيف مصدر مستبعده, كان تنفع لان بعدها فعل في المصدر اسيبها, هاف بيجي بعدها تصريف ثالث فمستبعده, از محتاجه فعل اخر ان جي مستبعده, يبقى كان. الاجابه لتر بي. سؤال 15 از بيس كاري يور باج, برضه الاحظ هنا اي وبعدين فعل في المصدر, هاز محتاجه تصريف ثالث مستبعده, هاف تصريف ثالث برضه مستبعده, شال ينفع يجي بعدها فعل ثم فعل في المصدر اسيبها, ام محتاجه فعل اخر ان جي مستبعد, يبقى هنا شال. بعد كده صفحه 10 وات از بيس هاف وي دو ويز ذيس بروبلم, الاحظ هنا وي وبعدين فعل في المصدر, هاف مش هتنفع, يبقى وات كان وي دو, ماذا نستطيع ان نفعل في هذه المشكله. سبيس يو جوت, جوت موجود يبقى عايز هاف يا هاز, اليو بتاخد هاف, يبقى هاف يو جوت ا براذر, هل عندك اخ. هاف الي اند جورج سبيس, برضه هنا في هاف فجيت فخليها جوت تصريف السيلز. وير هاف اي جو اف اي نيد هيلب, هنا وير كان اي جو, اين استطيع ان اذهب لو انا محتاج مساعده, وتنفع شل برضه, يبقى تنفع كان وتنفع شل. هنا السؤال الخامس وتنفع وير كمان, وير كان اي جو دي افضل, اين استطيع ان اذهب لو انا محتاج مساعده, هي الافضل للمعنى. السؤال الخامس شال يو سبيل ذيس وورد بليز, يبقى كان, كان يو سبيل ذيس وورد بليز لان بتعبر عن القدره, هل يمكن ان اتهجى هذه الكلمه لو سمحت. السؤال السادس هاف وياسمين وجوت, جوت موجوده يبقى انا عايز هاف يا هاز, ياسمين بتاخد هاز, يبقى هاز ياسمين جوت. هاف اي جيت, هنا في برضو اي فعل في المصدر مش تنفع هاف خالص, ابيت ذا فور دينر تونايت, يبقى شال. شال اي جيت, هل يمكنني ان اتناول بيتزا او لاتناول بيتزا في العشاء اليوم, وتنفع برضو كان, بمعنى هل يمكنني برضو, هل يمكنني ان احصل على او اتناول بيتزا على العشاء اليوم. شكرا, والسلام عليكم.